حرارة تصل إلى 70 تحت الصفر، ورياح قطبية عاصفة تزيد سرعتها على 250 كيلومترا في الساعة، وفي ظلام مستمر وجليد لا ينحسر، ثمة معجزة في هذا المخلوق وآلية التدفئة التي يعتمدها للوصول إلى 37 درجة مئوية تساعده في التغلب على أعتى وأقصى شتاء ومناخ في العالم. بطريق الإمبراطور، بعد عملية نقل المسؤولية من الأنثى إليه وتسليمه البيضة ليحتضنها بين قدميه، تغادر الإناث إلى حيث تجد طعاما في البحار، ولن تعود حتى الربيع. ومع غروب شمس ذلك اليوم تدخل مستعمرة ذكور البطاريق في تجمعات وتشكيلات ستستمر لمدة 64 يوما بلا انقطاع. همهم هو خلق الحضانة والدفء لبقاء البيوض سليمة حتى يحين موعد فقسها. وبشكل يدعو إلى الدهشة تتوزع البطاريق بطريقة مبنية وفق معادلات رياضية وفيزيائية، حيث تلتف البطاريق ضمن مجموعات قد يصل أفرادها إلى 4000 طائر، ويتكاتفون بشكل شبه ملتصق، وتبقى المجموعات في حركة مستمرة حيث يخطو الجميع إلى الأمام بوقت واحد، وكأن أمرا جماعيا قد أتاهم بالتقدم. وفي هذه الأمواج التي تم رصدها وتحليلها يضمن كل بطريق أن يبقى في المنطقة الدافئة لوقت مناسب ضمن فرص متكافئة، إلى أن يصل إلى نقطة تكون فيها أجسام الطيور في الداخل قد بلغت الحرارة المثالية، وحان دورها لتنتقل إلى الجهة الخارجية لحماية البقية من البرد القارس والرياح. وفي حالات معينة تكتشف المستعمرة أن الحرارة زادت عن حدها بسبب الحركة المستمرة هذه، فيتباعدون في لحظات ويعيدون تنظيم صفوفهم بعد أن خلقوا متنفسا وتفريغا للحرارة. أكثر من شهرين وذكور البطريق تحتضن بيوضها بأمانة فائقة، لا يأكلون ولا يشربون ولا يغادرون تحت أي ظرف، ولا يخون أحدهم دوره في هذه الديناميكية المثيرة. وبالتأكيد فإن البطريق في خلقه وتركيبه أمده الله بغطاء مكون من 100 ريشة ضد الماء في كل بوصة مربعة، وهو الأكثف على الإطلاق بين الطيور، وتحت هذا الريش طبقة من الشحوم التي تعمل كبطانية إضافية. حتى منقار الطائر والقدمان اللتان تحتضنان الجيل القادم تمنع تسلل البرد منها باعتبارها عارية من هذا الريش، من خلال دورة دموية منظمة وموزعة تضبط الحرارة بدقة فائقة. وفي اليوم الموعود تكافئ الحياة هذا الجهد الجبار، وتبدأ الفراخ بالظهور إذانا باقتراب موعد الربيع، وريثما تعود الأم يكمل البطريق الأب تضحيته الهائلة بإخراج الطعام الذي خزنه في معدته لصغيره قبل أن يحضن البيضة بالرغم من حاجته الملحة إليه. وفي لحظة لم الشمل الذي طال تتسلم الأم فرخها، بينما يذهب الآباء من البطاريق في رحلة كفاح بحثا عن طعام يعيد لهم وزنهم المفقود في أيام البرد والجوع والجليد.